مدرسة الملاكمة هي مدرسة رياضية تأسست عام 2016. هي تؤطر إلى الطفل إلى ليس فقط على رياضة الملاكمة واللعب والترفيه، وإنما هي يتعلم مجموعة من الدروس والقيم طوال فترة حياته وتكوينه. فهي عدد اللاعبين تجاوز لحد الآن بهاي الفترة 80 لاعب. هنا نعمل على صقل المواهب الرياضية في المحافظة بالفئات العمرية، فئة الناشئين والأشبال والبراعم. أسسنا هاي المدرسة بجهود المحافظة، أخذت المركز الأول من هاي الخلول من خلال هاي المدرسة. شاركت ببطولة العراق وإن شاء الله القادم أفضل، وإن شاء الله بشرف كابتن صلاح هذا الخفاجي، وإن شاء الله ويومي هنا نتدرب نجي، وإن شاء الله المركز الأول أخذه في بطولة العراق إن شاء الله. أنا الملاكم عباس حميد في مدرسة الملاكمة التخصصية في ذي قاع، وأخذت 3 مرات بطولة المحافظة بفضل وإشراف كابتن صلاح والمدربين كابتن حميد وكابتن عسل. وكل يوم بعطلة المدرسة نجي نتمرن هنا كل يوم بإشراف كابتن صلاح، والتدريبات كل زين، والتدريبات يعني كل يوم التدريب والكادر التدريبي. I'm built with a new reputation. Blood, sweat, and tears in my new foundation. Obama on my main line, I can run the nation. I got angels all around me, yeah, yeah. I got love all around me, yeah, yeah. I'll be a fighter to the end, to my last breath. I'ma hustle to my last breath. I got tears in my eyes.